السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم احمد قباقه من قناه قباقه تي في. اكرم حسني، اكرم حسني اتهم فيلو شبح الكون وحمو بيكا وابو ليلى بان هم سارقين منه لحن اغنيه بالباقي البان، وعملوا بيه اغنيه اسمها هلا والله والله، مهرجان جامد كده بحب اسمعه. وقال انا هرفع عليهم قضيه وهلاحقهم قضائيا. طبعا اكرم حسني بيقول لك سارقين اغنيه بالباقي البان من مسلسل بيد الرجاله. طبعا كلنا شفنا المسلسل اللي هو بيد الرجاله دوت، مسلسل بيد الرجاله فعلا مسلسل بيد. و يعني انا مش عارف اقول ايه الصراحه، لو هو فعلا واخد اللحن وفي حقوق نشر. انا دلوقتي كيوتيوبر متفاهم يعني ايه حقوق نشر، متفاهم يعني ايه حد يسرق منك حاجه وياخدها ويطلع بيها فلوس. ولكن لو مش هو سارق فمش انا برضو اللي هقرر، المحكمه هتقرر والدنيا هتقرر والناس هتقول وهنعرف كل حاجه. الخبر كده خلاص خلص معانا. ما تنساش تدينا لايك شير سبسكرايب، تقول لنا رايك في الكومنتات، شغل الجرس عشان كل خبر جديد تعرفه اول باول. سلام.